ديك على مسكين تها يا روح مغني على الإنسان باي يقول لي بيا كنت تقول لي شو بس أيه أيه بدأت من هنا السودة اللي ما تها بكيش كل السودة أي تسمع ها للسودة يدنا للسودة شيء وح من هذا الواحد سيح يقول لي كذا مشكلة الإسلام هذا لعنته بيساء أقوال وابليكيشن رنتي أنا أهان تايدا عن سليه كرو باهي وين بالو قبي أو يهي أبليكيشن حتى انتي قريها اللقاء وايا بلنانا دلو آدي تشري مدى الدالان نبا حتى يتهينا حتى ما انتا قفو الباب وحويان تلفو كيسو قعنتك وهاي سايس انتا سا مدى الدالو قفران مركا إن شاء الله تعالى وحيالة بضان ورهادين تيدا هول لوقة لتشري بو أبليكيشن كان كوفو تضين دونا دمان مرت شرفت إن جلسوا غيب كشيء حفيزك دافورك حفيزك عصوب مجال هذا جروب شركة ستريم نكس إنترتينمنت أب وأنا وقفورة إنه حفيز عصوب مجال هذا جروب أنتي وحنو ما دعلينا يا دمان مرت ذا شرفت له كسو غيب كشيء حفلة دان منصب البو ما أول بواد ماشى، أتكوفا لسان شركة ستريم نكست، سيدا أبتهين مانتا، دتك ماشى فدي أنا هو بدينهين، ده أنت ده بدن إنترتينمنت تيجا هذا جال، أدون كمانتا لتاعي أو هالجال إن جس بدن كجرا، إدوكيشن كي إنترتينمنت تيجي، رنتي وهارم ناي أنا نسدح قال إنه إدوكيشن كي إنترتينمنت تيجا، وانو بحنو إدوتينمنت وحلي راد، وان بقى عصروح البدن سينو. شركة دو وهي هب عصري أو سمسي application لما جاب بهاي stream next application كاسو application لقى ده حلي كرو دمان باهي أو في entertainment تيجي حيسيو هن نقطة sports هن نقطة films هن نقطة مسلسل عادية هن نقطة برامجات كي أو حب حالي هذا عروتة نعاوي وهبين تاريخي ورنتي عاد غرح بدن وهبين كيلو أوران كلو هذيك دنيرة، and برامج كان ستريم نكست، كنتي أنا هبين تمشي دوا عن استلمه هرو دتكو استلم على ماهي، يمكن استوى واحد من برامج بوشلا كأركيو، دتك أنا رنتي آت كو ولا ربا بوشلا كم ذا هاي، لكن سيدا أيت دتك استلم على ماهي، لكن واحد بدنا هاد المعلومة أن أنت مشي فدي، كنتي كفايدة، and كنتي وبرامج آت قيمة بدن، وبرامج أوران كلو دنيرة إسكالي. And team can stream next وحن كأصلا إن شاء الله يجنا إن branch كان بلاريانين ويهروس السودانين إلى إن شاء الله هو إن كجارة ينتقموا يكتو إن شاء الله عاو أنا كان جوجنا أبقى أول وأركي تري social media هي واحد بدنا كواركي لكن هذا واحد تاني أنا كم من نغن دانه مع مش سيدا شوكتة أو يستل مع شيء لهي هذا يدمه وحن كلو قرسين دونا دمان دنيارة يا أصحاب توبهن سيدا أكسونا هاي برهامش كان وحو قيب كقادان اياه إن قفك أسو قرغي سيچوغة وان خطر يعني داد بادن ميل اسكوهي مادان و عيار لغو داود هادا والاقة تغي الدون كوح مر اياه يعني وقت عصر اياه تكنولوجيه دون مر والبوحي سمين اسا هور مر باي سمين اسا مركا تكنولوجيه دا سالالة چان قادا اياه اديگا نرنتي وحو كمي دي هاي اديگا دا تكنولوجيه دو عصر اياه برهامش كان إلى حد إنتاج كوجا هاي عاد بام تاجر سنة هاي حالا يبغون تيجوه ريسة برامج كانيجا أو حقا ليك تتصي سيد هذا الله شيء هنا نفط هيجا إيه هوتيل كلا وده وأكسو دوين يا إنا عن مارتي عنو قاعدة نب برامج كاس أو فافينو ديلا هنبدون كنا دمانتين وحنا يوشو لدتك ده اللي يرد عادو صبوت غرية أرتن أبكن وأبفي عن ريبتلان أو لنا وأفعيا جرو كليا ماها waxaan leeyahay abkan Puntland dhan deegaanadeeda haloo qaybiyo haday waxa maqlay inay farm brot yahayd anigu farm brot waan jecelnahay runtii farxad bay ii tahay caaw inaan ka soo qayb galo barnaamijkan quruxda badan oo runtii hal abuurka ah oo isleeyahay dhalinyarada way dadaaleen runtii farxad weyn bay ii tahay inaan caaw idin kala soo qayb galo sababtoo ah waxaad ogsoon tihiin maanta bulshadeen in lagu tartan loogu jiro dhanka tiknoolajiyada runtii barnaamijkan oo ah tiknoolajiyad ee casri ah isla markaana asleeyahay wax badan bay dhalinyaradu ka faa'iideeyaan bulshaduna wax badan bay ka faa'iideysaa way mudan tahay inaan garab istaagno isla markaana dhiirigelino
dan yarada oo inta badan entertainmentiga waqti badan galiyana waxa isleeyahay haday noqon lahayd dhanki sportiga iyo dhanki waxyaabaha gaarka u ah flamti iyaguna wax badan inay ka faa'iido doonaan een dhalinyarada nooga timid ee Muqdisho oo runtii halaaburka barnaamijka iska leh een waxaan isleeyahay dhalinyaradan si fiican waa loo soo dhaweeyay een barnaamijkan ay garow soo gaarsiyeen oo ah magaalada ugu horeysa ee Soomaaliya ay gaarsiyaan runtii iyagana waxaan isleeyahay way dadaaleen waxaan leenahay soo dhawaada een garabkiina dhahay een dhalinyaradu runtii meel kasto ay joogto waa isku mid een hal abuurkan iyo barnaamijta noocaan oo kalaana runtii wax badan bay ka faa'iideeyaan hadii aan waxa idin ka tuso muuqaalka sida uu muuqanayo qaabkan uu soo baxaa markii aad aad ka gashid ee kategoriyasha waa dooran kartid meesha ay ku safan yihiin inta badan dhalinyarada sports ka heshayso all sports journalist kaasi tagi kara all sports journalist markaa tiktok ka bacdi qaybta midigta waxaad ka arkaysaa illa iyo inay ku jirto boqol kanaal oo sports ah whatever language aragtid ayaad ku daawan kartaa dadka kanaalada kale heesaynaayo waxaad u dooran kartaa hadii aad rabto bein sport kaliya inaad daawato bein sport ka dooranaysaa super sport daawato super sport journalist ka dooran kartaa hadalku waa boosiin aan la hadal si aan leeyahay ugu caajisina waqti dheer aan u qaadanin UK sports kanaalada UK sporting soo daay kaliya hadii aad daneeyneysan waad ka daawan kartaa halkaas hadaan rabtid by country ahaan aad ku dooran kartaa African TV wixii African TV ah meesha aad ka heli kartaa wixii Arabic TV ah wixii Somali TV ah wixii Sky Movies meesha aad ka arki kartaa qaybtan category-ga hadda ku jirna waa category-ga qaybta live ka kaliya haddaan mid ka mid ah inoo dooro tusaale dadka inta badan waxa isleeyahay waxay aad u xiiseeyaan sportiga all sports markaan ku dhufto waxa uu soo horeeyo bein sport number 1 kaasoo kale haddaan ku dhufto salaam alaykum sidaan u soo muuqanaa application kan stream nagasti wax badan ayuu inaga caawin doonaa filmaan haday tahay musalsal haday tahay ciyaaraha haday tahay waa ka daawan karnaa runtii ima qorsheysnayn inaan hadlo laakiin saaxiibkii Cusmaan waa igaaday kasoo koob intaas mahadcelintaas kasoo koob waxaan ku faraxsanahay in barnaamijkan uu soo gaaro deegaanada Puntland waxaan rajaynayaa ka dhalinyar ahaan inaan soo dhaweyn doono dhamaanteenba aan wada isticmaali doono waa barnaamij aad u baahanahay ka dhalinyar ahaan loo baahan yahay hadaan ka dhalinyar ahaan soo dhaweyno waxaan rajaynayaa in waxa weeye ka badan bal soo dhaweyn doono si guud barnaamijkan inagu martiinayahay inagu nala jooga waxa la rabaa inaan si qurux badan inaan uga qayb qaadano